لها الإيمان والصبر عدتهم لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشدة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.